يعني الرحمة للشهيد علي حسن حرب. هذه جريمة يعني مكتملة، يعني قيام المستوطن يكون بطعن مباشر بالغرز سكيني في قلب الشهيد علي أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام الشرطة الإسرائيلية، ومواطن هو يعني في أرضه ويدافع عن أرضه. هذا بصراحة جريمة إرهاب منظم، عمل إرهاب منظم. هذا مقدمة لما يعني خطوات قادمة لا سمح الله إلا تم السكوت عليها عالميا ودوليا وحقوقيا وشعبيا. يجب أن لا نسكت على هذه الجريمة، أن لا نصمت على هذه الجريمة، لأنها هي جريمة بداية لقتل في وضح النهار. هذا أمر خطير للغاية، قتل مواطن بالغ موجود في على أرضه، هو مهندس يعمل شهادة الهندسة، أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي وأمام الشرطة الإسرائيلية بوجود أهله، هي جريمة بمعنى الكلمة.